عادي عندك تاريخ فيها يا عم. وحش والله. تاريخ بو. بصراحة وحش. السلام عليكم جماعة الناس لمة قولكم بون ويكاند جماعتنا اللي راهم في طرونجي. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بيان. ها هو عمي كامل فرج الله حاسد، ابلوني عليك عمي كامل. السلام عليكم. هم طلعوا كاع. السلام عليكم يا خوتنا يا ولادنا يا خوتنا اللي راكم في الخارج، توحشناكم وانتم على بالنا بلي راكم توحشين. واليوم هذا وين رانا حبطنا من الجنازه تاع عم بروك رحمه الله رحمه قالوا نجي او توفى اليوم على 9 تاع الصباح واقيلا. ساعة صباح هكذا قالوا ربي يرحمه. الله يرحمه والله يفرحه بلقاء ربي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله انا ادخل له ولا حقه والله جماعتنا ترحموا على خونا مبروك ربي يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه الله يفرحه بلقاء هذا هو. اللهم اغفر له وارحمه. هذه هي كيما يجوز جوز واش كتب له نصيب من الدنيا هذه. جوز حياته فلفل فنان اخدم خدم مع الشيخ وهذا هو كل حاجه. قديم مبروك يا شيخنا. قديم ياسر قديم كيف احنا عند الحاج محمد وادي جا كان عند بوجماع في القناه كان يسمى دير مدرسه شيخ. معلم دير مدرسه هو قريب خارج من الكونسرفاتوار فوق. الله الله دير مدرسه. الله الله راه عند الشيخ بوجماع في القناه الله يرحمه ربي يرحمه. وحنا كنا عند الشيخ شنو كاين تلاقاو هكذا يكون هذاك الوقت ديال هذيك لا راك تعرف ندو معنا نقولوا جيب القانون ونروحوا نقصروا يجيب القانون. الله نخدموا ديالي هذاك الوقت يجي يجيب القانون نخدموا لحبابنا نخدموا لصحابنا. كان كذا يدير لك شويه رشقه كان يعطيك عم يقول بركه نقسموها بيناتنا وحنا فرحانين وحنا كذا وليده جات شابه وكل ما واه كيفاش كذا واش نضر لك كذا ولعنا بس ودا يسجع هذا وهذا لاباس مشينا حسره. تسمى بكري كانت خاوة عمي ما كانش الحسد والبغض وهذا وهذا ما كانش الحسد والربح واش نحسد ما كان نحسد الناس كامل تخدم الناس كامل فرحان فهمت واش لو كان شويه هذيك تاع راك تعرف ما كانش باينه. انا كانت شويه ما تنتحوس على قصيد انت ما عندكش قصيد باش تقول للشيخ تقول يا شيخ كذا ولا يا شيخ باش تقول له تعطيني قصيد. وحنا نحبوا القصايد كذا نسمعوا القصايد. سيبوا عنده ما يعطيه لك شي يطبخ لك يجيبه لك وما يجيبوش ومن بعد تغير ديك الحال شغل ما تهضرش معاك تجيب لي هذا كذا ما حبش تجيبها لي وكذا فهمت. ولا جابوا لك يجيبوا لك مكسر وانت سقموا كيفاش راح تسقموا. ومن بعد بعد خلاص كي كبرنا من بعد ولات امكان قصايد كاين قصايد كاين بصح بصح ما كانش عندنا شي قصايد كاين كاين قصايد. فوالا جماعتنا جماعة مايوركا الناس كاملة داروا معنا عسلامة. طارق حموش خويا العزيز قالك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عسلامة خوتي قالك توحشناك عمي فرج الله توحشناك عمي. طول عمركم بكم تكملوا ان شاء الله. الله يسلمك عمي عبد الرحمن. الله يسلموا عليك جماعه كانت الله الله. وانا نقرا شويه لي كومونتير قال لك ربي يرحموا عمي مبروك. الله الله. قال لك مازالك جان شيخنا الناس فلورونس. من هو؟ الله الله عليك عمي. فوالا جماعتنا ساميه بن حسين عسلام اختي فودي الجعدون واحد مارون. جعدون 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 يا ولد جعدون صح جعدون وين تاع روما تاع روما او معك ناس روما بيني لبيني
قال لك عسلامة عمي. الله يسلمك. ما دوب نطيب، قال لك بيا صونا ربي يرحموك. رضوان عم مرا، السلام عليكم وربي يرحمه ان شاء الله. تحياتنا من بيلكون. كفى ان شاء الله، الله يسلمك. ربي يرحمه ان شاء الله، هذه هي. نرحموا عليه ونكثروا لهم الرحمة. ما شاء الله ربي رحمته واسعة. الله. ربي غني ويحب عباده، ما كاش حاجة اللي يعزها ربي كيما البشر. غير اللي أبا واستكبارها كيما بلي استكبر على آدم، كي قال يسجد ما عبش يسجد، الملائكة سجدوا وما عبش يسجد. دوك ربي قالنا اذكروا خلق الإنس والجن اللي يعبدوني، وأنت ما حبيش تعبده، واش حبي يدير لك؟ عطاك عقل. عطاك خلقت في أحسن خويا، عطاك عقل، العقل اللي تخدم به مخك. دوك إلا حبيت تداولي راك مليح عليك أنت. داوي روحك أنت كيما قالوا، ما نفعتك طاعتي ولا درك جهدي. الله فهم؟ الله انت طاعت الى طاعت، ما راحش تنفع ربي، تنفع روحك انت. وإلا جهلتي راك تضر روحك انت، ما تضرش ربي، ما تلعخوش ربي عالي علينا احنا، فهمت؟ السر راه فينا والخير راه فينا. الله الله. هذا هو، إلا درنا الخير نصيبوه لروحتينا، واللي درنا الشر نصيبوه لروحتينا. ما الله يقدرنا على الخير ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبعد علينا شرور الخلق. هذا هو. احمد غازي قال لك رانا هنا، ربي يبارك في عمرك شيخنا فرج الله. الله يسلمك. كمال مري الله يرحمه ان شاء الله، ميسي لاطاسيون، برج الكيفان، ناس برج الكيفان. الله الله عليكم. عمي كيقول لك العنقه ما كاش بعدو ما كاش قبلو شيخ. ما قال لهم، قال لهم ينجم يكون خير مني، ولا بحالي مستحيل ينجم يكون خير مني، ولا بحالي مستحيل ما كاش. يشبه له ما كاش، شي واحد يشبه الاخر. ربي غني يا رجل، ربي غني، ولو نتشابهوا في الصفه، بصح العقليه تختلف. هاوي. لي زومبراتي يختلفوا. هاوي. كل حاجه تختلف في بنادم خو. ربي غني. ربي خلق ملاير تاع عباد، هذا ما يشبه في هذا. شوف غير لي زومبرات. من هذا اللي خلق بنا ادم، هذا ما يشبه في هذا حتى اليوم هذا واللي راهم جايين. الله الله. هذا ادم فاقوا لي زومبرات. فهمت؟ ربي غني واش بيه. سبحان الله. دحمانا ما يسلموا عليك ناس صفون. جمال بير جباحه ويسلم عليك. سمية بن حسين قال لك بارك الله فيك عمي فرج الله. الله الله عليك انا مزين. الله الله, الله عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. باطيمه واسمها قال كاين باطيمه في البيار يزقوا لها فرج الله قل له الحاج. فرج الله. اه باطيمه واسمها فرج الله في البيار. قال لك الحاج فرج الله واسمه الحاج. فرج الله عنده حانوت هذاك بابا. فوالا. قاليني. قال يعني هذاك بابا. هذاك بابا توفى الله يرحمه. آه صراحه دوك خوتي راهم تماك، ناصر الله ناصر والياس هما اللي راهم حاكمين الحانوت قدام اير الجيري، قدام لاجونس تاع اير الجيري، اون فاس البومب تاع ليسونس. الله. يزيد يزيد عمروش قال لك عسلامة شيخنا، قال لك هذه غيبة يا العزيز، قال لك توحشناك يا عمي. الله يسلمك. الله يسلمك. توحشكم بالخير ان شاء الله، الله يجيبكم بخير وعلى خير ان شاء الله لبلادكم. فهمت؟ هذا هو. البلاد تحتاج ولادها. وشكون يغير على البلاد؟ البلاد يغيروا عليها ولادها. فهمت؟ وهذوك المنافقين ما عندهمش غير على بلادهم. يحبوا يدوا الدراهم ويهربوا للخارج. فهمت؟ الناس تدخل من الخارج للبلاد وما يخرجوا منها يدوا للخارج. الله الله. عم بالو راح يسيب الخير في الخارج، يعريوها تماك. هكذا انا الريوه هاني نقول لك. شوف الجماعة اللي دارت راح دار دراهم ودار تجاره في فرنسا، تدخل فرنسا تدخل عليهم غير بلا فيسكاليتي، حتى ني على الريوه. العام الاول ما يهدروش معاه، العام الثاني يجيب الكارطه عند الباب، يحل الباب يقول له مسيو فوزافي اون تريت، فوزافي دي زامبو ابي مسيو فوزافي بابي. لو بريمي تريمس 1900 كذا، يشوف فيه تحكم محمد على البروده ويجي عدو خوه، حتى يولي يبيع كلش ويولي طلب من دره وجديد ودراهم يبقاو في فرنسا. راح المالطي هكذا. ايه واللي راح مسكين راح بدراعه يخدم كذا. لا هذاك دار تاويل، عارف كيفاش يعيش، عارف كيفاش واش ياكل واش يلبس واش يخبي وكذا. واللي جاوا بناو فيلات لهنا، الله يبارك ربي يكمل ان شاء الله. ان شاء الله. لاني تحسدهم الله يعميها. الله يعميها اللي تحسد. نعم. خاطرش محسدين. لا كاين اللي حسد، اعوذ بالله. هكذا الله يحسد البغض وقلبهم مريض. اعوذ بالله سيدي مالاد. واش فيك انت؟ ماشي يقول لي الله يبارك،
ربي يكمل، الله يبارك، الله يبارك. هكاش هذيك كلمة الله يبارك، كي تشوف كبش قول الله يبارك فيك. عظيم. ما قليني غني قول الله يبارك، خاطرش تعطيه بالعين يتبول هذيك العشية. حبيك أنت. أنت أنا شنا مع قمدي ما شبا في حتى قم يا رجل. قم واعر شيخ. قم ماشي واعر، المهم طناه، ماشي واعر. شحال واعر؟ طناه طناه. ماهوش فايق. ماهوش فايق يا حاجة سهلة، الله يكمل الله يبارك. دواء. خاطرش كامل فينا العلم، ماما هنايا في أنا كي نشوف حاجة نقول الله يبارك باش ما نقيسوش. ينجم يقيس وليدو، وليدو وليد كرشو يقيسو. آه وليدي شباب با، آه شوف يا مرا، آه ديك العشية يباتي 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 مسكين يقفز ويبكي. واش به ما درت والو كذا، ويا به العين نحيلو العين، قرايو المعوضين. قرايو المعوضين معوضات كذا ويقولوا الله فهمت، قول أعوذ برب الفلق، قول أعوذ برب الناس، قول هو الله أحد. صح. قرايو الصبر، قول هو الله أحد. بارد بزاف لا حبيتش ديجا راني ما قال لك شوف مقفول من البحر كيمو قال لك لمت هنا شحال شابه الله يبارك يا البركه الله يسلمك قال لك راك شبعت يا البركه ديالنا الله يسلمك ريحه العنقه راهي قدامي جماعتنا ريحه الحاج محمد العنقه راهي قدامي خوتي وعلى بالكم كاع كيقولوا كمال فرج الله راكو تعرفوه الله يرحم شيخنا رضوان عمام راه قال لك البركات ديالنا ربي يحفظك ان شاء الله الله يسلم ربي يوسف الهادي انتم قال ربي يحفظكم ان شاء الله راكم في الغربه راكم فهمت واش نقول الغربه واعره اخو راهم جماعتنا الناس لندن قال لك الله الله قال لك دعينا ان شاء الله عمي ربي ان شاء الله ربي يعطيكم خير على خير ان شاء الله وربي يرزقكم فهمت وتدخلوا فهمت تدخلوا البلاد بقى بيديكم عامرين طبع الباب برجليك باش يطبعها بيدك يديك فارغ انت طبعها بيدك يديك معمرين ان شاء الله طبعها برجلك طبعها برجلك ويديك معمرين وادخل نعم ديرتها لبلادك لولادك ودير كذا ولي الله يبارك الله الله مراد بوزيدي قال لك الله يطول في عمرك شيخنا توحشنا ريحه البلاد بونجور بونسوار مون امي فوزالي بيان شكون معاك هاد الوجه المنور الله الله عليه الله ينور قلوبنا ان شاء الله هذا هو البركه ديالنا شيخنا كمال فرج الله هذا هو كمال فرج الله 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 عليه وراه معنا عمي دحمان قانيد ميازني ديالنا الله الله مالي قال لك كلامك صواب يا خا عمو قلبو راهو ساتيري قالت لك قلبك راهو ساتيري عمي سبحان الله وني ساتيري احنا كل يوم رانا على القرص على بالك توجور بالو كانو رانا على القرص غادي يقول لك ما يزم ما كاينش اه ما فيهاش كلام عتير عتير هذا هو الفن الاصيل يبقى بنادم يمهمه مع بنادم اش راه يتخرط كل واحد كيفاش راه يهضر خو بصح ما يكذبوا عمي كلها غير بلغه يكذب باش يزم يهضر يهضر باش يهضر هذه هي ماشي يجيب حاجه عنده كل فيها حكمه وفيها سر وفيها معنى وفيها فيها خير قالوا لي فهمت قال لي كذا واش من قال لك يا راجل انت عشتها ما بين الودن والعين كان اربع سبعتين ها اربع سبعتين كان ما بين سمعت وشفت احنا شفناها ما سمعناش شفنا وسمعنا الله عليك شيخ سالم خويا قال لك بارك الله فيك شيخ يوسف الحاج قال لك الزول من لندن الزول الله كريم كيمو قال لك هذا صاحب عمي وبابا الله يرحمهم لا فامي مكرازه راهو معاك عمي. يا حسن قال لك كي يشوفوك قال لك الحمي تشوك. يا الحاج عمر الله يرحمه. راهو معاك العائله ديالو عمي. الحاج عمر يا حسن الله يبارك الله يبارك. مولود راني نشوفه. مولود مكرازه. راني نشوفه نتلاقى ويحبط القهوه نقصرو شويه نفكرو البلديه. يا زيد عمروش قال لك ربي يحفظك شيخنا نينا قال لك ربي يحفظك ويطول في عمرك صحراوي نسيم. قال لك تي توجو سوريون الله يبارك عمي فرج الله وعمي فرج الله على بالكم حباب فخود اخويا جون في راسو سامي اختي العزيزه ربي يحفظك شيخنا والله توحشتو ها محمد قال لك سي فري سي كيل دي اون فرونس ريست لو بيي لو بلي طاكسي او موند سبحان الله العظيم او يعرف عمي 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 راه جوز الغربه بالك تحسبوه بلي ما تغربش يا حسره وقتاش تغرب عمي الغربه طلعتها مع لي بينوار خو انا صغير مع لي بينوار تاعها هما في البابور تاع سيدي مبروك
مع الله. ايه بابر هذا كان يجيب غير البغال ويجيب الحمير حاشاكم ويجيب يجيب يجيب من اسبانيا ويجيب البقر والبقري فهم. والبقري كان يجي يفوت لي لان يتربى وعاودوا يدوه يتربى ياكل الحشيش هنا وعاودوا يدوه الفرنسا ياكلوه. الله الله شوف عمي فرج الله شوف باش يجيهم بنين باش الحم يجيهم بنين. الله الله شو راهي معاك؟ ايوا واش كدير بالعكري؟ فطوم انا دا قالت لك ربي يحفظك قالت لك لا فامي بنتي فور وباس لو بونجور. الله يسلمك ويسلم امي لا فامي بنتي فور كاينه صح. شيخ دحمان قالوا لك تحياتنا يزيد عمروش فطوم ابو بكر السلام عليكم قالت لك الله يبارك على لمتنا هي لمتنا من الشيخ ديالنا الحمد لله. يا كل يوم نهضر على فرج الله قلت لكم يا جماعتنا وفرج الله مازال عايش والله الله وربي يطول في عمره. يعني هادو هما الشيخ ديالنا اللي نهضروا عليهم هم الشيخ ديالنا اللي يعطونا الصح ولا لا العمي دحمان؟ نعم نعم رضوان عم امراه قال لك الله يبارك وربي يحفظك. سليم ابراهيم قال لك لي زارتيست دو بجايا فو باس لو بونجور عمي وصالي بيا الله يسلمهم بيا يا حسره ريحة البلاد قالت لك ربي يحفظك كلامك ديريكت بالصحة عسل. عمي فرج الله خويا العزيز. حمزة بن كريد سلام شيخ كريم كيمو راني كينجي نهبط نشوفك يا شيخ تاوعنا تاع باري كاع راهم يسلموا عليك ناس باري راهم يشوفوا في تلفزيون كبيرة راهم يسالوا عليك عمي عبد الرحمن. مرحبا بهم مرحبا بهم الله يسلمهم كامل وانا كاع نسال عليهم كامل بالجملة. يا حسرة تاري خويا سلام ربي يحفظكم ما شاء الله. الفنانين اللي راهم تماك مساكن كان راهم هايمين كان في الغربة. بيان سور خويا رانا نترحموا على عمي مبروك قال لك ما نساوش نترحموا على عمي مبروك ربي يرحمه ان شاء الله. علي زيدان الله يرحم شيخنا الحاج عمر مكرازة ربي يطول في عمرك شيخنا كامل فرج الله. تحياتي عمي دحمان تحياتنا من بيلكور ناس بيلكور راهم يسلموا عليك. الله يبارك الله يبارك ربي يستركم. حسين باب الواد قال لك السلام عليكم قال لك لا فامي سي مودي تو باس لو بونجور دو باري عمي فرج الله. الله يسلمك حسن حور ربي يحفظكم لي زارتيست الوناس كريم الوناس خويا العزيز عمي فرج الله قال لك قاعده وقامه الله يحفظه ان شاء الله خويا كريمو راك نورتها بهاد الوجوه الخير. الله الله احكي مليح. الله يسلمكم الله يسلمكم. محمد سعيد خليل خويا العزيز قال لك دحمان خدم لي العرس ديالي مع عبد الله قطافه كونستانتين قسنطينه. كاينه منها شفت كاينه منها ربي يستر كاينه منها. راه معك لا فامي بايو عمي فرج الله قال لك جو باس ابو لو بونجور عمي كامل ويسلم عليك بايو. الله يسلمك فوالا جماعتنا شوني صوقوا لي كومونتير اكتبوا لي كومونتير جماعتنا. سمير بودينا خويا قال لك ربي يرحم عمي مبروك والناس ملاح الشهاده لله. جو مي سوفيان تري بيان لو باتو كي ترونسبورت لو باتاي فيان دو بيلباو. قال لك انا جيت بيلباو عمي يا حسره. عمي كامل فرج الله. الله يفرج علينا كامل ان شاء الله. عمي فرج الله كاين بزاف اللي سقساوني كاين بزاف الناس يقولوا لي يا كريم سقسينا عمي فرج الله اسكو كيما يقول لك الفن تاع زمان والفن تاع دوكا كيفاش كيفاش راكو تشوفوا فيه انتوما اللي راكو عايشين وانتوما اللي مدرسه الله يبارك يقولوا عمي فرج الله مدرسه وعنده اللي يشوف لي زيلاف ديالو بداو يطلعوا راهم في لونجلتيرا بداو يطلعوا يعني قالوا لي كيفاش راك تشوف هذاك الفن تاع بكري والفن تاع دوكا؟ الفن تاع بكري كان فيه كان معاني قصائد احنا الشعر الملحون هذايا متكين الشعر متكين على المعنى المعنى الانسان يقول لك كي يسمع اغنيه يقول لك لا باتسونس ولكن المعاني ما فرونسي كي يدير لك اغنيه يديرها لك بالمعنى والمعنى هي الانتيليجونس هي الذكاء هي الذكاء هي اللي تحدد تفتح لك الذكاء ديالك كي تولي تفهم المعاني تولي تترقى تترقى تي دوفيان اوتوماتيكمون تي دوفيان انتيليجون فهمت هي في روحها سيد الانتيليجونس طيب. ربي سبحانه واش يقول في الايه يقول خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين او خلقوا جس كيفاش ردوا الاسفل السافلين دور كيفاش كيفاش يعاود يطلع للسيرفاس كيفاش راح يطلع
لازم يخدم مخو، لازم ديجا الاولى اللي نزلت على سيدي رسول الله واش قال؟ صلى الله عليه وسلم قال له اقرا السوره الاولى، لازم تقرا تفهم، كي تقرا تولي تفهم، كي تولي تفهم تولي تتمعن بهذيك المعنى. علاش ربي خطبنا في القران يا اخي بالمعاني والعبر والامثال؟ هاو كاش خطبنا ربي في القران، الا ما تفهمش المعنى كاش تفهم؟ اما لما ناخذوا احنا اللي قالوا ربي قال صلى الله عليه وسلم قالوا اقرا، وحنا دوك نحملوا روحتينا نردوا روحتينا احنا ما نعرفوش ما نقراوش. غدوه يوم القيامه يقول له عبدي علاش ما قريتش؟ يقول له انت ما قلتليش ليا، قلت لسيدنا محمد قلت له اقرا. وهذاك من بعدته الرسول صلى الله عليه وسلم بعدونا لنا سبحان الله العظيم. طنه روحك اوي، كي تكون القسمه تاع ورد ديروا الفريضه. الفريضه وشنو هي؟ منين خرجك من الفريضه؟ خارجه من مفرد، لازم تكلفوا واحد اللي يجي لكم، ماشي في 20 تجلوا ولا في 50. كم تروحوا تشوفوا واحد، لازم تكلوا واحد على تخرجوا الفريضه، باش هذيك الفريضه اللي تكون بها هو اللي يجيب لكم، يجي لكم حقكم ويجيب لكم حقكم. نهضر مع واحد ما نهضرش مع 100. صح. اما ربي سبحانه هذه منين جات؟ جات من اقرا ربي تكلم، بعثوا من بعثوا بعثوا رحمه للعالمين هكذا. هاي هنا المعنى. اما لا قال صلى الله عليه وسلم اقرا، احنا نقراو يا خويا، فهمت؟ بلا ما يقول لي اقرا نقرا. هذه هي. لو كنا نطنهر وحدينا نرد وحدينا زعما ما نفهموش، ولا مبقر ولا مانيش عارف ولا محمل ولا ما على باليش به، يقول لك انا ما نقراش. انا يا خويا هضر مع راسو، انا ما نقراش، القرايه ما دير والو، القرايه ما دير والو. الطوموبيل هذه شكون يفابريكا هذا؟ الري يفابريكا القاري، بالقاري قرا الماتيماتيك. إيه. فهمت؟ راه فيها حسابات. إيه. ودار صاب فيها الكذا، ودار فيها دي ريشيرش، ودار كذا. إيه. وشاف بنادم كيفاش يمشي، وشاف كيفاش السيركيلاسيون تاع بنادم في الدم والماء اللي معاه، يشرب الماء السيركيل. إيه. كذا قال واش الطوموبيل؟ قال حنا ندير لها الزيت وندير لها الماء، الماء باش يبرد الموتور باش كذا. هذه كامل علم، هذه الناس اللي داروا هذه الابحاث، هذو طنوها، هذو ناس قاريين. زمان يقول لك عطيه لي قاري، عطيه لي فاهم ولا لا قرا. حنا وقت الجاهليه يقول له طيب، خاطرش على شعبنا احنا مسكين ما قراش، ما قراش استعمار، ما قراش استعمار. كانوا احنا كي دخلت فرنسا كان صارت جدودنا كامل يقراوا القران، هو ما عندناش فين الالفابيت، كامل يقراوا جدودنا كانوا يقراوا القران والتفسير ومستوى. جات فرنسا بدات تكسر فينا بالعقل، نحت لنا اللغه العربيه، علمت لنا الفرنسي. دوك تقرا العربيه واش راح تخدم؟ تخدم مؤذن ولا تقرا تولي باش حزاب ولا تقرا ولا تصلي بالناس؟ هذا ما كان، فهمت؟ اسمها العربيه شغل طيحتها، ما عندها حتى ما دير بها والو. فرنسا واش دير بالعربيه؟ لازم تقرا الفرنسي باش تخدم في لاميري، تعطي الكارت زياده، تخدم في البوسطه باش دير البراوات، تخدم في لي بيرو، تخدم في الادمنستراسيون فرونسيز. كانت تقرا فرنسي، كي تقرا فرنسي تولي شيخ مزيد، تولي الى اخره، فهمت؟ اما لا كسرتنا فرنسا اللي دارت لنا هذا الاستعمار، واللي دارنا واش ندرك حنايا؟ كاين الناس اللي كانوا يقراوا العربيه، ومن بعد الناس حاربوا باش ولاو ردوا القران، ولينا نقراوا القران، ولات الناس تروح في الجامعه زيتونه، تروح لتونس تقراهم، بعدين حفظه. احنا فرنسا حقرتنا ماشي دارت لنا، والحمد لله اليوم عندنا مدارس، عندنا دي فاكولتي تاع اللغه العربيه، عندنا تاع القران، عندنا كذا، الحمد لله. رانا كيما الجناس واحد اخرين، رانا نهضر بالعربيه. دوك عندنا هذه الدرجه تاعنا، لغه هذه الدرجه هذه، فيها النحو، عندها النحو ديالها. هاي داشيها. ياسر عندها النحو ديالها، سبحان الله. عندها النحو ديالها، الدرجه هذه اللي خدموها شكون اللي خدموها؟ داروها الناس علامه. الناس اللي كانوا يقراوا كانوا يميتريزيو مليح اللغه العربيه. وشنو اللغه العربيه؟ كي يعطيك جمله يعطيها لك طويله. ومعلاش علاش لحنوها؟ اسمها هذه اللغه يقولنا لغه ملحونه، هي ملحنه هذه اللغه اللي نتحدثوا بها اليوم الدارجه هذه. بسطوها لخاطرش حنا جدودنا امازيغ. الله عليك. فهمت؟ جدودنا امازيغ. كانوا يتكلموا بالامازيغيه. اما لا بهذه الدرجه هذه قربتهم الامازيغيه. صح. اما لا امازيغيه كي يسمعوا الدرجه ولات تسهل لهم، ولات سهله، ولاو يدوا منها كلمات. ما الامازيغيه ترفت بالدرجه، يقول لك مثلا تمدد تمدد. في العربي يقول لك تمدى وتغدى. الله الله. تمدى وتغدى. الله الله. يقول لك مثلا شوف، يقول لك موقل موقل. اللغه العربيه يقول لك مقلتين.
فهمت؟ نعم. زاد ترفع دوك حنا اللغه الامازيغيه منين راح تترفع؟ منين راح ترفع من اللغه العربيه اللي ترفع؟ هي اللي هي اللي تحييها. اللغه العربيه هي اللي هذه الدرجه تاعنا هي اللي تحيي الامازيغيه. ما كانش لغه واحده اخرى اللي خلي بالها كيما هذه كيما الدرجه. تسمى خوتها وبنت عمها وبنت عمتها وبنت خالتها وداخله في بعضها بعض. فهمت؟ هذه هي. الاسبانيول تعرف شحال عندهم من كلمه عربيه اخو؟ عندهم خلي 6000 كلمه 6000 وشي ولا 7000 كلمه عربيه داخله في اللغه تاع الاسبانيوله. جاوها من عندنا؟ من عندنا هنا. انا رحت لاسبانيا واخد 2016 ولا 2017 ولا 2017 15 ولا رحت لبينيدور. بينيدور المارشي. انا نحوس المارشي نشوف وحده شفت الكونطالو. الكونطالو فكرني في الصغر كي كان الجامع الريحه ديالو الكونطالو كانوا يخدموه لنا وقت كي كانوا الكولون كذا يديروا الكونطالو والريحه ديالو بنين. واش نقول لك شفت الكونطالو قلت في بندوني دوس. قلت له دوس انا ما نعرفش اسبانيولا. قلت له دو هاي فهمتني. عطاتني جوج انورو 50 سنتيم الحبه. درت لي في ساشي ودار واحد التبيسي باش ندوق. دخت وحده سمتها حلوه قلت له بندوني دوس دو 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 هي واش تقول؟ كاميلوني بقاو حبات كاميلوني كاميلوني. كلمة كاميلوني منين جاية يا خو؟ يا كمال شكون يكمل هاد الحبات هادو يا؟ كاميلوني كاميلوني يا كمال. هادي وحدة هادي منين داتها؟ داتها من داوها من اللغة من العرب كن يا كمال. حنا نقولوا يا كمال نقولوا يا كمال سوا سوا يدي كلشي يا كمال. كلشي يا كمال خمسة اديهم ندير لك سوا الله 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 هكذا الله الله. تقول يا كاميلوني كاميلوني هذه وحدة. يقول لك مثلا بالسبنيولا يقول لك يقول لك كاش يقول لك السلام. يقول لك اولا 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 منين جاية؟ جاية من اهلا. تنكتب افيك ان اش او ال ا اولا اولا هكذا. جايه منين؟ واش منين جايه الاصل ديال؟ جايه من اهلا اهلا اهلا. تروح تسمي مثلا الحاجه الكرا الكيلار. هادو ما هادو كم كلمة كلمات عربيه فهم؟ الله هادو كم كلمة وخلي 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 كلمات. كاين الكازار القصر كاين كذا كاين كونتي شونتي عليك فهمت كذا ولا الى اخره. كاين بزاف كلمات. قلت لك قريب 6000 كلمة. وهي هاد الدرجة هي اللي حيات اللغة الإسبانيولية باش ولات لغة. ما كانت من عندنا الدواء بيان سور الدواء من الجزائر. نعم الدواء من هنا. شكون اللي كان تماك باش يدوا؟ شكون اللي فتح هاد إسبانيا؟ ماشي الجزائري تارق بن زياد منين؟ من هنا برباري الله الله أمازيغي الله الله. هو اللي فتح فهمت يعني الاندلس. الاندلس وقعدهم بعد جاو العرب من الشرق جاو كذا وصابوا النيفو طالع وصابوا غير المشايخ كانوا فيها غير صالحين خو. الله يا شيخ. واش عم بالك؟ باش داروا هذاك الجامع اللي يدخل كل يوم كذا دير حاجه دير حاجه حساب واحد اخر خو. حاجه عظيمه يا شيخ. سبحان الله وبخليهم اليوم الاسبانيولي حاضر على هذاك الشيء. لو كان تمسك في الحيط يروح يمسحوا بالمشواره ديالو. يقول لك لا هذا تاعنا هذا نحاضروا عليه. خلاوه لنا العرب. نعم. تما خلاو التاريخ ديالهم. خلاو التاريخ بيان سور بصح هذاك التاريخ ورثوه هما. هما راهو يدخلوا من الدراهم مش بيك؟ صح. راهو يدخلوا من الدراهم ويخدم عليهم خو. التاريخ ديالنا تاع القصبة شيخ. التاريخ حنا حاشاك حنا واش نقول لك؟ حنا زبلناه وهذا هو. علاش انا كل يوم نهضر على القصبة راهي تريب قصبة رابت كامل ما بقالاش القصبة. يا شيخ. رابت راحت مساكن راحت. شكون اللي يبوها؟ اللي يبوها ولادها. فهمت؟ ولادها. ولادها كما قال لك التليفون من جنبها. ولا يجيو من برا باش يدخل القصبة هكذا يسكن باش يريب باش الديبارتمون. روح الديبارتمون واحد قال لي والله ولي بعيد لو كان غير نسكن في الوقت والله ما ندخلها. حبسك سيدي عبد الرحمن تاع اللي راح امشي امشي سيدي عبد الرحمن امشي والله ما تزيد تحط فيها رجلك امشي. فهمت؟ يريبوها حتى تبكي كي تروح تشوف كذا ولي القصبة وراها القصبة وراها. فهمت؟ القصبة كوسموبوليت. فهمت؟ كلها فيها من كل ناحيه تاع الجزائر. فهمت؟ ماشي غير الجهه بركدا وليا فيها الدلعسه فيها الزفافنا فيها من الفريحه فيها من فهمت؟ من كل البلاد تاع الناس كان تبسكرا من كل جهه من واد الشوف من 150 ولايه 80 ولا 50 ولايه. ما كانش ما يقولكش عندي جدي عاش في القصبه. صح صح
صح. اما انا سي نوتر ايدونتيتي كما نسالو فيها انا صح. ماشي هذه هي التاريخ ديالنا شي سبحان الله انا ما كنتش ربي انا على اسمي انا ماشي عليا انا كما نسالو فيها صح. بصح نحضروا على هذه القسمه هذه ولا شخصيتي انا الداخل فهمت التاريخ سبحان الله وهي اللي حاربت فرنسا منين كانوا يخرجوا الخبارات يا اخي من القصبه كانوا يخرجوا صح صح خاطش هي اللي لابلي بوبلي في الجيري كامل سيتي لا كازبا وكي يجي من برا وين يجي يروح من باب الواد وين يروح يروح ديدو شمورات يجي القصبة فهمت هي العاصمه هي لا كابيتال ما كانش فهمت ما بنيان واحد اخر باب الواد بلاوالي اسمهم الفينوار فرنسا اللي بنت باب الواد ريديز اللي فرنسا ريميش اللي فرنسا الحوم كامل فرنسا اللي بنتهم عندنا القصبة برك اللي بقات التاريخ هو الاصل هي كان بيزون القصبة تاعنا هذيك هي تاعنا تاعنا هما الاخرين دوك هاد البنية اللي راهو هنا ورثنا من عند فرنسا فهمت خاطرش ارضنا ارضنا دينا هاد البنية ولا هكذا بالدوب بصح لازم نحضروا عليه ما نريبوهش بيان سور يدخل في التاريخ باش غدوا وليد وليدك اللي ما حضرش لفرنسا قال هذاك شوف هاد الباتيمون هذا بنات فرنسا او شحال شباب هما اللي نحضروا عليه لا لي زاسونسور كنكسرهم في باب الوطن باب الوطن كامل فيها لي زاسونسور كسرهم كاع شي دخلوا كدا كسر لاسونسور وكسر وطلع لي الكباش انا الفوق وطلع لي المعيز وطلع لي الشبيك هكذا يا راجل عبد الريس اتحضر يا راجل اتحضر والحضاره وشنو هي الحضاره سي لاسيفيليزاسيون تحضر اتادب تنقى النقا قال داخل في لاسيفيليزاسيون كي تكون نقي ولابس مليح وخرجه نقيه وراك تمشي راك تو سيفيليزي خو ولا بديت تهضر قال تعرف تتكلم تكلم جيست ما تكذبش ما تخرجش ما تكذبش هذه اللي حبيت نقول لهم انا علينا انا بالكتبات وبالزوخ ويحب يهضر زعما في الجزبه انا نعرف باش يوزنوا ياك ميمينا ما تعرف والو ما تعرف والو واحد النهار واحد النهار دا في وقت الايران جاي من القبه هذه باش نربطوا هذه في هذه ما لا واحد داير لحيه وانا ما قدام مطلق باش كذا ولي عنده مرسيدس يا كذا كذا كروس هكذا طلعت نصيبو كدا يجي اخو سامحني امشي بالعقلة والبراج اللي كدا يحبسون هناك واش قال لي قال لي نعرف سكت قلت له سامحني سامحني سكت وصلنا البراج حبسونا قلت له في قد هذا تعرف تعرف كما شافكش تجري من هنا ما يحبسكش كون مشيت بالعقل ملي يقول لك جوز صح صح نعرفوا الكود احنا ما نشطلوا اخو اما لا كي تعرف روح هذا اما لا كدا يا ركوا غد كدا حل ما تحب كدا حبطو شاف قد كدا ودي بلا ودي تعرف مشينا شويه كدا شوف تعرف انا انا وزن وصلت انا المعرفه ديالك نعرف اللي تعرف انت شوف كي وصلت لبيان واش اللي كان قال لي 3500 درهم ما نعرفش كنت حبيت نسقسيك تعرف الموت ايه قال لي كيفاش ايه قلت له تعرف خاطرش في الاول واش قال لي قال لي وهما رجال ونحن رجال اش من رجال انت قرقبتك على مزنجره هكذا ولي ولد حيا مبسخه وقندور هذيك فايحه تقول لي انت نحن رجال واش من رجال انت تتشبه عمر بن الخطاب انت تتشبه الصحابه انت وهما رجال ونحن رجال راح ترقد على راك تبا دنجان ما راكش انا نهضر على شي كذا عندي تعمى تبا دنجان يا شيخ كي حاله قالوا لي رجال تتوصل هذوك السادات هذو هذوك الصفاهم ربي خيرهم ربي يجعلهم مع صلى الله عليه وسلم غير الساجي الفور غير اللي خيرهم ربي خيرهم باش يكونوا في كتاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اما لك وصلت اما لا تعرف قلت حبيت تسجل تعرف الموت بقى يخزر فيا قلت له ما تعرفش الموت الموت كي تعرفها تديها معك كي تموت تديها معك ما تقولناش ما تقولناش كاش انا راح نموت هاي جا طلعت لي هاني كدا يشوفوك الناس كدا تلقف فيها يشوفوك كدا يعرفوا بلي هذيك الموت بصح انت اللي تحس بها احنا ما حسيناش بها كي تعرفها تديها معك قلت له شت بلي ما تعرف والو فيها الدنيا اخو هيا بقى على خير الله يسهل صح قلت له هذيك الكلمة أني هضر كيما راك لابس ما قلت لهش عاتلك هذيك شنو ولا جماعة هنا يقصر مع عمي فرج الله على بالي توحشتو توحشتو القصرة ديالو على بالي بصح كاينة وحدة حبيت نقولها له اللي راهي دايرة حالة كي نقول لك شيخ نقول لك كاين بون نقول له كاين الناس اللي راهي تغني أنا ما نقولش الشيخ الناس اللي راهي تغني ما يذكروش الشيخ اللي كتبوا شيخ الشيخ اللي خرجوا للقصيد اللي تعبوا على القصيد اللي خلاو ولادهم
لا لا شيخ يهملوا ولادهم على جال الفن باش يغلبوا باش يقولوا باللي ديالي باش يكذب عليه هاي لا شيخ يقولوا انا اللي كتبتها وشحال من واحد يقول لي القصيده هذيك اللي غير تاع قروابي يقول له ماشي تاع قروابي شنو قروابي في قروابي قروابي يكتب القصايد لا بلي سي راجل شونسونات بالك الا كتب شونسونات ديالو ماشي قصايد قصايد حاجه واحده اخرى سامحني كان القصيده وكاين الاغنيه كما يرام يقول التقتوقه التقتوقه القصيدة حاجة وتختوقة حاجة ما نخلطوش ما ندخلوش الشعب ما نخلطوش شعبان في رمضان شعبان وحده سيدنا رمضان وحده آوي كل حاجة في بلاصتها كل حاجة نعطوها قيمتها فهمت صح هذه هي الناس تخلط الناس تحب كذا زعما ما نقولش كذا ولي باش كذا هذيك ديالي قالوا يا بابا نشرفوا قالوا سنا يا وليدي حتى يموتوا لي يعرفونا الله يلا مازال نحيين هذه حكايه صارت هذه هذه حكايه صارت في هذه الحكايه صارت في قسنطينه ايه فهمت يحكيوا على واحد يهودي دخل في دين الاسلام ولا دخل يا جا العيد كيما نقولوا حنا العيد السنين كبار كان عنده واحد 8 شهور ولا 9 شهور ملي دخل في الاسلام يا اللي قاد يوم العيد لبس قندوره ودار شاشيه ودا وليده معاه وراحوا للجامع صلى معاهم من العيد كي بدا في التقبيل هذا يقبل هذا يتعرفوا بيناتهم قسنطينه كيما تكون حنا ذاك الوقت في وقت الاستعمار ديال الجامع معروفين تماك كيما تدخل القصبه انت تروح الجامع سفير تلاقي مع ولد القصبه كامل تعبت الجامع هكذا كامل يتعرفوا بها بعض هذا يقبل على هذا هذاك شاف وليدو شاف شافو كي خرجوا من الجامع قالوا يا بابا قالوا انا ما فهمتش حاجه قالوا يا اخي احنا مسلمين قالوا ايه يا وليدي دخلنا في الاسلام قالوا بصح ما شتحتمش من جا قبل عليك خليك صحا عيدك شكاتو بابا هذا وليدو دار ملاحظه للبابا دار له رمارك البابا ضرب النح بابا سكت كي وصل للدار واحد يوم ولا ثلاث ايام قال وليدي روح عند عمك عبد القادر ذاك الفيسري قول له قال لك بابا عطيني زيد خديمه راح له عطى له زيد خديمه عطى له زيد كيما نقولوا حنا تاع عام قالوا له زيد ذاك الوقت ماشي كاشري كيما ماشي كيما دور حل البوشون دخل سبعه داخل عاود دور البوشون قول له قال لك بابا عطيني لي خديمه على هادي ولا لي قال له عمي عبد القادر قول لك بابا عطيني لي خديمه على هادي هادي لا لا هادي شويه فيها كذا عطى له تاع عامين خاطرش يمكن نصيرو معاه مع عامين ثلاثة زاد كذا ولي قول له يعطيك لي قديمة على هادي عطالو تاع تاع انت كي ولا ليه قال له اسمع قول له هاد الزيت هادي قول لباباك قديمة قبل ما تدخل انت في دين الإسلام الله الله لا الوليد جا ولا البابا قال له راك تسمع يا بابا هو يقول لك هاد الزيت راهي قديمه قبل ما تدخل قال له شفت يا وليدي قال له كاش دوك نلعبوا عليهم شرافه هما يعرفونا بلي حنا كنا يهود ها كاش نلعبوا عليهم ما نجموش نلعبوا مشوشه قال له سن حتى يموتوا لي يعرفونا نبداو نلعبوا عليهم شرافه ونبداو نفتيو لهم ونبداو نخرطوا عليهم ونبداو نكذبوا عليهم فهمت باش نفسدوا لهم الدين هو كي دخل الاسلام باش مفسد فهمت باش يدخل بصفه يحب يقول تعني هكذا اليوم حاطين بال عليه ما تجيبش تهضر دخل في الاسلام بدا شهاده ومن بعد شهاده يقول ما شهادش ما نقلبوا فهمت شهاده غير ما فهمت تما هكذاك ما هكذاك برك شاهد باش ندخل انا نفسد لكم العش تاع الاسلام هذا درك انا ندير لكم نضوض لكم شهاده بالا ونضوض لكم البافانيه هنا وتولوا تتناطحوا بعضكم بعد ولا هذاك راه هذا وزعوا هذه سبحان الله عيد لي وديري يعطيك الصحه ما قالوا شتي يا وليدي اللي مازال يعرفونا قال له السنه حتى يموت عبد القادر ويموت فينا يموت فينا نلعبوا عليهم شرفه اما انا من اللي خرجت الكلمه هذه قال له يا بابا قال له يا بابا ينشرفوا انت قبابه لوليدو قال له يا وليدي السنه حتى يموتوا لي يعرفونا ولا حديد خياس والفهم يفهم دوك ودوك خليهم يخرطوا وخليهم يخرطوا هذا خلي كل واحد يخرط على روحه الله الله شيخ هذا هو الله الله عليك شيخ شيخ كي نقولوا انا شوف انا توجو نقول العنقة 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 انا خلاص العنقة ولا ما يشتروها بابا يا رجل هو مول الشيء داع ورزقه هذا الشيء هذا رزقه رزقه هو مول الشيء رجل انا زمان كان هكذا نخدم لشعبي ما
ما كانش كان مسكين بدا فوق دا غير تما غير غير مليح ما كانش يقول لا صوت لا كذا حط قصايد وقول صح جمع دخل الصوت دخل الميزان ولا يقولها بالميزان دخل الآلة الموسيقية دخل ثورو رجع شاف شرب شاف دو كرسي وقف راس اخوه الله الله هنا تهبط هنا عميد حمار اوكي عميد حمار تسمى انا راك وصلت لبلاد كلانا راه في بلاد وانا شي بلاد كلانا حسنك ان شاء الله امين ان شاء الله خويا تلقى الخير ربي يسهل الله يثبت الاجر خويا صح امين الله يثبت الاجر بسلامة عميد حمار الله يسهل الله يسلمك صح سلام عميد حمار اخبط مليح صح الله اكثر شابة قالوا الجماعة الله الله وفهمتوا ياك المعنى جماعة لهم الحراشي قال لهم احنا ما زلنا حيين وانتم ما قلتوا ماتوا شيء صح صح هذا هو هذا هو بيت كيف اقول لك بيت بيت سياح هذاك صح عمي روح القصبة ولا وين ديك عمي شو انت وين تروح انا اللي ندور عمي ولا ندور مع جماعتنا ولا كيما حبيت تروحوا نشربوا قهوه ندور ونمشيو نشربوا قهوه ولو قصر باك ما احبابنا توحشوك قالوا لي عمي فرج الله هذه يا بنت التسجيله تخليها لهم ليهم عمي جماعه اللي راهم بون كاين جماعه اللي راهم كندا في لاسويس ومن الناس قساوني راهم مع كريمو الانجليز كريمو الله يذكر على خير كان معنا كريمو عمر عثمان راهم كاع معنا الله يبارك راهم كاع معنا قال لك اللي يعرف اللي تعرفه جدو ما يخلعني بابا جدو ماشي اللي يعرفني بابا راحوا للجدود للجدود ايه هناك غيول يتوهم الناس برك ولا تفتي ولا كذا ويحب يزوخ ويحب كذا ودير يعطوك ما تزوخش يا راجل اي بصح عمي يزوخ يزوخ بحاجه ماشي ديالو هذيك اللي واعره لا لا عمي ما عنده والو الحاج محمد العنقو ما كانش يزوخ الله يرحمه راجل متواضع على روحه لاباس عليه وقلي ولو ما متواضع ويحب الناس ويحبوه الناس فهمت وما يتكبرش فهمت فهمت اللي يقول لك عمره ما قال لواحد نخدم لك بطو قول له عمي الحاج كذا انا حبيت نختم ولد وختها واش من النهار وكذا ولا واش من الجهه كذا ولا كذا يماركي كذا روح تربح لا والله قول كذا ما يقول له بشحال ما يقول له بشحال تخدم لي ما يقول له كذا واش غنخدم لك واش غنخدم لك راح نبني لك فيلا انا ما نخدم لكش انا مانيش خدام انا باش نخدم لك واش راح نخدم لك انا نعطيك الهواء نجي نزهي لك العرس ديالك الله ونجي نصلوا على النبي الله عليه وربي يطرح البركه الله الله هذه هي ونجي نفرحوا معك نفرحوا معك وانت واش حبيت واش نويت انت واش هو خاطرك هذاك هو الحساب وتربح الله الله الحاج محمد عمرو ما دار لا سوم اخو هكذا شيخ نعم دوك انا هكذا ما انا ما انا والله ما يحركني من 25 ما عندي بلاص او راك تربد على راك تمص وانت دي بلاص شبيك شبيك هضر مسقم انت بنادم انت لعب بليس يا رجل ما عم تهضر خو ده شاول العقل مشان نخلعه وش بيك كاني نخلع وش بيك فهمت نخلع كاني شوف كاني ما يعرفش الميتريزي الشهرة ديالو عنده شوية شهرة يفو لا ميتريزي الشهرة ديالو عارف كيفاش السيرة عارف كيفاش تتعامل مع الناس طابور فهمت عارف كيفاش كاين حسن المعاملة مع الناس اسمع حاجة عطاها لك ربي صح عطاها لك ربي يعني. عارف كيفاش تتعامل مع الناس والناس تقادرك والناس تحبك كذا ولا انت ما تبداش تربب عليهم تبدا تفشش وتبدا زعما شغل هذا يا كذا ولا لا غيري ما كان خلاف حط رجليك في القاع يبردو يعني قالت نفس انت نفضل ولا واش الدعوة الله الله عليك واش بيك نعم بليش واش حكايتك تضرب سنيت راه حاجة كبيرة هذا ما كان ما كان والو هذا ما كان حنا كيما قال الشوق ديال القصايد والمعنى تاع المشايخ هي اللي داتنا كون ماشي الشوق تاع المشايخ وكلامهم واللي كذا اللي حبيناه واللي كذا حنا في الاول داتنا سنيت راه نقول لك صح حبينا سنيت ومن بعد سنيت سبنا الكلام ومن بعد حاجة بحاجة شغل كي تدخل انت مانيش عارف انا المدينة تعبت في لاكار ويعجبك لاكار تبقى تشوف لاكار لاكار شباب تراك مازال ما دخلتش المدينه تدخل المدينه تولي تتفلسف مدينه يا مدينه كبيره يا فيها جامع وهذا الجامع كيفاش التاريخ ديالو وشكون اللي بناه راك بديت تغمق فهمت راك بديت وصلت الجامع راك بديت تغمق راك وليت حوس على الدين وليت هكذاك صرنا احنا في الفن دات انا سيت انا بعد ولينا نحوس على الكلام ولينا ما نفهم بعد ولينا نحوس نبحثوا على الكلام واش يحب يقول الشاعر واش حب يقول انا واش قصدو واش كذا ولا ولينا نفهموا المعنى ولينا من بعد ولات حكايه من جا القصيد وكيفاش جا سبحان الله العظيم شكون كتبوا ولات داروا المشايخ داروا مدينه بيناتهم الله الله
فهمت؟ شغل كل شغل جماعه ودير ان كود بيناتهم، يهضروا غير هما اللي يتفاهموا بيناتهم، كي يكونوا في الجماعه يضرب هذاك الكود هذاك. شغل شغل مثلا الشره بيناتهم. اه. يتكلموا بيناتهم وهذاك اللي زايد ما يفهم والو، يقول الله غير ما فهمت والو، في هذه الجماعه واش راهم يهضروا. جيني كومبري. اللي بداوا بداوا راهم يهضروا بصح ما فهمناش، ما فهمتش. علاش؟ لاخاطرش عندهم اللغه، وشنو هي؟ هذه هي اللغه، الشعر الملحون. فهمت؟ صراحه. عندهم لغه الشعر الملحون. فهم يتفهموا بعضهم بعض ويجوزوا المعنى بعضهم بعض، وكيحبوا يشروا على السلطان يشروا عليه، فهم؟ وهذاك السلطان كيسمح بدا يصفق عليهم وما راهم عليه خاطرش ما يفهمش المعنى. اما بالمعاني شيخ ياسر بالمعاني، اما لا كيفاش، اما لا هو راه الفن، الفن راه في المعنى. إذا ما تفهمش المعنى ما فهمت والو خو. ايوا راك تسوق كيما قال الاخر، تسوق كيما قال الاخر بلا كود نتاعي ولا تدي من برك، فهمت؟ هادي هي. قالوا معاهم شويه عمي سناتو واش قال لي عثمان، قال لك هاد الفن بحال هاد الغرام ما ينتهى بحرو بحرو غميق. ها بحرو غميق. مراد ما ينتهى بحرو غميق. الله الله. قال لك دوق العسل مودنك من عند عمي كامل خويا العزيز. هذا هو. ولا عمي كامل جماعتنا توحشوك هاملك. الله الله. وراهم طلعوا كاع هاملك، راهم طلعوا كاع. صافي بليزير. والحمد لله، وربي يطول في عمركم، وربي يحفظكم، وربي يسجيكم، وربي ان شاء الله اللي عنده دراري ان شاء الله يخرجوا له مساجين وقاريين ان شاء الله. بالك دخلوا ولادكم خلوهم يدخلوا بسلاحهم، وشنو هو السلاح تاعهم؟ القرايه. دخل بالفهم خو، فهمت؟ فهمت كما قال، فهمت كما قال سيدي الخضر في واحد في الغزله الكبيره، اساس الدين المعرفه، كي تدخل في الدين تدخل بالمعرفه، السنه واجب، النيه والصدق، النية والصدق، دير النية والصداقة، لا كونفيونس، واشتينا بالمحارم، حاجة اللي حرمها ربي يجبد روحك منها. الله الله عليك. خاطرش تضرك، تدنا ليها تضرك، تدنا القمار يضرك، يخليك عريان وتخلي ولادك، تدنا الشراب يضرك، يفسدك أنت وزوجتك أنت وولادك كذا، واللي يشوفك كذا باباهم في هذه الحالة هذه ماهيش حالة. إما الإنسان يكون طيب، يكون يعكش يربي ولاده، كي يدخلوا بالفهم للبلاد. فهمت؟ يدخلوا بالقراءة بالدبلومات ديالهم، يحكموا لي بوست، يولوا مسؤولين، يولي عنده مسؤولية، اللي ديريكتور تاع وزين، اللي بالك اللي كرموا ربي وعنده الدرام يدخل بالدرام يدير وزين، إلى آخره. هذا هو، نفرحوا بولادنا وربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يبعد عليكم البلا والمصايب، ويبعد عليكم الظلام ولاد الحرام. هذا هو شرف لولادنا، ربي يحفظهم ويسجيهم. هذا فوالا جماعة، قالوا لك كاع تبارك الله فيك شيخنا العزيز، قال لك الله الله عليك على النصيحة اللي مديتها، بارك الله فيك. قالوا لك كاع ربي يطول في عمرك عمي كامل. من الجميع إن شاء الله. جو فو ريميرسي جو فون دو كور بو تو فو زيفور كو فو نو ديفيرتير. بيان سور قلت لي كامل فرج الله. جينا من الجنازة تاع عمي مبروك، ربي يرحمه، ربي يرحمه. الله يرحمه، يرحم المؤمنين كامل. يرحم المؤمنين. والدينا كانا. إن شاء الله. وين ماتوا والديهم كانا، ربي يرحمهم ويفرحهم بلقاء. ربي يغفرهم ويرحمهم، وما ندخلوا الجنه الا برحمة ربي. هذا ما كان بالرحمه ديالو ندخلوا. سبحان عمي كامل، رحمه ربي واسعه. الله الله عليك عمي كامل. واش نقول لكم جماعتنا، راكم معنا عمي كامل، الله يكون معنا العشيه في دبلتنا، نعيطوا له في التليفون ان شاء الله. عمي كامل عمي توحشوا، باسكو كاين جماعتنا راهم في الخدمه دوك، بعثوا لي قالوا لي كريم دوك نعاودوا نشوفوها العشيه، نديرو قصره بياسر ونقصرو شويه يعني، باسكو الفيلم مثلا نقصرو كيما نقول لك على الفن الاصيل، وكيما قلت لهم انا قلت لهم للشيخ مازالو عايشين هنا، وعمي كما الله الله عليه، انا قلت لهم للشيخ ديني لازم نزيدو ندو من عندهم، بروفيتي وندو من عندهم، باسكو الشيء اللي جا دوكا، الفن اللي جا دوكا عمي راهو غرق العباد. نخدوهم ليهم حنايا، اما نخدوه كيما خداونا نخدوه، هذا هو باش تكون باش يكون الخلف، فهمت؟ كيما خداونا شيوخنا، شيخنا. نخليو ولاد اللي راهم جايين، اللي يحب يفهم الفن يفهم، واللي يفهم يحب المعنى يفهم المعنى، واللي يحب الشيء اللي يحب يفهم فيه نفهموه. هذا هو. رانا هنا نقولوا مع مي كمال. هذا هو. الله الله. اسماعيل وين دفنوا خونا مبروك الله يرحمه؟ دفنوا في باينه. ما باينه. في باينه. باينه. جبانه جديده على كل حال. جبانه جديده. عنده واحد العام، عنده واحد العام، عام واخر ولا عام ونص ملي. تعمرت ديجا. تعمرت. تعمرت. ما من كورونا كاين بزاف اللي بزاف اللي دفنوهم تما. الله يرحمهم برحمه الله. لا شالور سخانه تاع اليوم عمي. سخانه. سخانه.
سخن الله درت 40 واحد ولا شحال 47 عمي 47 درت 47 كانوا تسات يوم سخن كي دخل الجامع سلينا سلينا بلاصه كليماتيزور ودي طفوا الكليماتيزور باش راه يسخن لبرا صح الناس ولات كم تسع الدخل فهمت خرجنا مراد واجدين ما ندري ما نديرو هذاك اللي كان واش مولا جماعتنا نقول لكم يعطيكم الصحة هذيك كسرة مع عمي كمال فرج الله ومازال عمي كمال فرج الله مازال نزيدو نحكمو تريق ما نحبسوش عمي. لا ان شاء الله ان شاء الله. نقول لكم جماعتنا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم هذه هي لمتنا عمي كمال واش تقول لهم جماعتنا شوف راهم مشوقين مساكنو راهم مشوقين راهم مشوقين الغربة يولي بلاد كيما قال إذا هذا يتوحش هذا لا تسيبهم يحبوا يفهموا كيفاش راهي البلاد كيفاش راهي الحالة البلاد راهي تمشي. وربي هو اللي مسير خو ماشي العباد العباد غير سبا برك ولا راهو معك عم دخلوا معك لي زيلاف ديالك عم دخلوا معك او دخل معك قال لك سلام على شيخ فرج الله دو موريا اللي راه في كندا شيخ اللي قلت لك عليهم هم اللي كانوا بداوا يدخلوا الله يسلمك بديتوا تشروا قال لكم فرج الله راه في لمتنا شوف دخلوا كاع الله يبارك الياس قال لك بونجور طونطون الياس بن ساسي الله يسلم الله يسلمه كمال شرنال قال لك بونسوار ولاد البهجه الله الله عليك اسماعيل بوناب ميرسي وخو تما مدفون الشيخ بابا ربي يرحمه وين؟ في باينه اسامه جلول قال لك باس لو بونجور كمال دو لابار دو جعفر وليد موح الحاج جازولي جعفر في الانجليز او في الانجليز الله يسلمك ويسلم جماعتنا كامل اللي راهي تما تلاقينا في باري عنده خو في باري الله الله هو معنا ومعنا خوه ومعنا هو تم خوه هو معنا دوكا وهنا هو معنا كاع عمي الله يبارك الله يبارك معنا كاع واش راكم لاباس وراهم صحاب بالي راهم ملاح الحمد لله سالوا عليهم كامل كيما راهم الله الله وان شاء الله الا كشما عطاونا الفيزا نجو نزوروكم ان شاء الله اوكي جماعه رايحين يبعثوا لنا تاع موريا قال لكم بعثوا لكم انفيتاسيون تاع امي كمال انا جاي ان شاء الله نجو بيان سور يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله الله يحيينا ويهدينا ان شاء الله لو كرون ريسبي مسيو كمال فرج الله ان شاء الله دخلوا لنا شروحوا جماعتنا شو هم دخلوا كاع يا شيخ راهم تشاروا قالوا عمي هم دخلوا كاع لي زيلاف ديالك الله يبارك الله يبارك كمال فرج الله الله يبارك عدنان قال لك قول له الناس وليد سيدي احمد مريود شونتور دي دو زونتيتي دو زونتيتي تاع دو زونتيتي يسكن تحتنا الله يرحمه مريود الله يرحمه وليدو هذا الله يبارك احمد زيري قال له كريم ودي الشيخ كمال انه بارل دو دحمان الدالكو وكافيت المساني دحمان الله يرحمه مسكين الله يرحمه كان نشط كان خفيف الروح دحمان كي مليح حصل كان كي مليح كان يدير لا سولو فهمت ويدير لي كيرلوند واش خدم مع الحاج محمد ومن بعد خدم مع قروابي كيما الحاج محمد ولا مع قروابي كان هو اللي يتحف السامع يخدم يتحف عنده البوخو الله الله سامية بن حسين ميرسي بوكو مولا الدحماني قال لك دو ليون راهي في ليون قال لك ميرسي بوغ لي بارول افيك جيميال راك عطيت لهم بلاس لي بارول بلاس احكي مليح شيخ نقول لكم حاجه والله راني مع الحاج محمد العنقر هيا الله شغل راني مع عمي الحاج محمد العنقر ربي يرحمه انا ما حضرتلوش مي عمي كمال على حسب ما حكى لي منه شو نغمض عيني شغل راني مع عمي الحاج الله يرحمه رشيد واتي ستان بليزي ميرسي بوغ سو الله يرحمه نقول لكم جماعتنا هذاك هو عمي كمال العشيه ان شاء الله نعيدوا لعمي كمال مازال يا ما تربي ان شاء الله ان شاء الله ونقصروا وهذه الدنيا واش هذا عاد الزمن يفرقوا الى خير راك تشوف رانا حيين وما نتلاقاوش رانا في حومه وحده وما نتلاقاوش يا ما بالك اللي راه في كندا وراه في الانجليز وراه في فرنسا وراه ما هذه هي رانا في حومه وحده وما نتلاقاوش هذا عهد الزمن يفرقوا الى خير هكذا ربي خلق الدنيا شوف راه معك كريم مريبوت قال لك باس لو بونجور شيخ كمال تي لوي دي كون سي ديجا في ا باري اون 2018 شي مصطفى ا باري اون ا في ان بيتيت قاعده شي لوي جو سوي دو ترويس فرنس لون في ا توا شيخنا فرج الله عند مصطفى تاع مونتريال الله الله ربي يشفيه مسكين راحت هذيك القهوه راحت كذا راحت الله يشطروا هذاك احمد زيري قال كريم ودي يا شيخ كمال اون فو زام وكان تشوفنا اللي رحت عند مصطفى
الاول ما انا كذا مصطفى كذا نعرف انا هذا كي كان يجينا هو صاحب عمر الكرازه يحصل على ربي هو وسيم بحري ورزقه ربي عنده ريستورون تماك في مونتري ولي روبان كذا روبان كذا نسيت الاسم ديالها فانا رحت ليه بالتنين راني شافي هو التنين وطني يخدم غير مع النصارى ما يخدمش مع الكور يخدم مع الكور وتسمى ولاد بلاد ولاد الجزائر ولاد ماشي غير ولاد الجزائر على كل حال كل الجزائريين اللي يجوا لعنده يعرفوه شعبي كذا الجزائريين كاع كامل خاطش تما تعرفت بالرجال انا تما ما شاء الله ومستوى ماشي تاع تمسخير الاول رحت كذا ولي سالم دخت على حد الباب كذا قلت له السلام عليكم سلام قلت له مصطفى كذا وكي شافني قال لي ما راهش انا هو انا ما انا نسيته عندي مده ما شفتوش كبر كذا ولا عرفتو بالجون وحضر للزواج قال حضر في الزواج في لي زاني 71 ما عليناش قلت له ما انا نشوف ما يجيش قال لي راح خرج كذا قلت له شوف يا خويا بالله ولا نقول له الى جاء قل له يسالك كما فرج الله وابقى على خير قال لي احبس انا هو يا ربي مسكين خرجت فيها قلت له مصطفى قلت له علاش دير لها كذا اخويا مصطفى علاش قلت له والله ما عرفتك مع اللي كبر شويه شفت يا شيخ ما عرفتوش انا ما عرفتوش دوك انا نعرف المحل دوك يخدق لي قلت انا هو قال لي ماشي انا قال لي خرج راح يخدم ما قلتوش انا الاسم قلت له ما انا شوف خاطر شو ما يستقبلش قال لي انا ما نخدمش انا يخدم غير مع الصلاة ما نقول تفهمني قال لي انا كذا خاطر يجون الصلاة يفطروا يطيب مليح هو دوك ساول شيخ صح يعرف يغسل يعرف يطيب قال لي انا استقبل غير بالسبت ما انا كي جيت راه قلت له شوف سال عليه قول له كمل فرج الله راه يسال عليك وبقى على خير قال لي احبس انا هو دخلني مسكين هكذا وانا كنت ما فطرتش هكذا ولي حط لي ستاك وجاب لي بيري وجاب لي شويه بطاطا هكذا ولي حبيت شغل الماكله كان خلصت كذا ولي عطا شفت الغربه شي خفيفه شي ما انا كي جيت نخلصو قلت له انا غير تخلص يا مصطفى لا كانت عندي دراهم قال لي والله ما عندي فراك حبش يخلص جميل شفت شيخ ما حبش يخلص لقينا هذه فيها هذه جبنا على عمر الله يرحمه جبدنا على قهوة ملاكوف جبدنا الحصون شو حكيت واش نقول لك وزاد جا واحد من الدنمارك جا ليه جا يتوحش جا ليه قال لي يا شيخ قال لي نتلاقى وقت ما نجيبش انا حبيت غير على جا مصطفى راني بعيد انا جيت واش يقول لك قريب 70 كيلومتر على كوري وجيت في التراب قلت له يزيد كذا ونتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله باش تشوف يا حبي خويا كيفاش يا حسرة كيفاش كانت هذيك تاع تسمى بحرك هذا تاع 2018 شغل حكاية هذا وفكرني فيها الله كما تزيري قال لك كريم مودي الشيخ كمان ونفوزام شيخ نحبوك قولوا يبلغ سلام لوليدو جيتي ديا فيك لوي المقراني وليدك كان يقرا في المقراني قال لك يقول سلم على وليدي شكون هو شكون فيهم وليدو مورا الدحمان الله يرحمه مالك لامروس قال لك ري روبرت سبير بالذات هي بالذات هذيك الساعه مونتري روبرت سبير بي بعدك يا شيخ فكرت لها ساعه روبرت سبير مورا الدحماني قال لك لي بي دافيون سون ترو شير هيلاس بور لي روسيرتيسون الجيريان ترافير لو موند قال لك دي لوي دو باسي دو بونجور طيب تواتي معزوز ليزيد قال لك ربي يطول في عمرك يا شيخ المحترم كامل فرج الله ناس مستغاني مراهم يسلموا عليك الله يسلمك ورومان ابو عجاج شيخ ابو عجاج نعم واش راك خويا شيخنا ابو عجاج رايحين يلحقوها له من عند شيخنا الله يسلمو خويا العزيز هدرت مع ذاك النهار في التليفون وسقسيتو على صحته وقال لي راني مليح لاباس كذا ولا هزيته وتوفيت وفات له بنته مسكين الله يرحمها الله يرحمها ويرحم المؤمنين الله يرحمها وحنا ما سمعناش راك تعرف صح ما اتصالات ودهون وما كاش ما في التلفزيون لو ما يهضروش والاعلام كان والو ما كاش الكونتاكت يا كان والو هذا هو واش تحب هذه يا ربي يفرحوا ان شاء الله وربي يسجي وربي يطول له في عمره مازال قالنا بركه قالنا ان شاء الله بركه قالنا تما في مستغلم يا حسن امر حمد الشيخ كامل راح أما أنا نصص فون نزوج لاون شيما شيما عدنان سيرمو زايد أم 1900 شوف وليدك قال لك زايد أم 1972 و 74 سيدي علي سيدي علي عدنان سيدي علي وليدو سيدي علي 72 سيدي علي مالك كي كيكوني شيخ فاروق تاع البيضة حبيب الشيخ شرشام شيخ فاروق قال لي ولا يعرفو
جو فيان داريفي عسلامة مريوت اون سيفي شي مصطفى محيوت ا باري اون 2018 اون ا باسي ان تري بون ابخي ميدي جي شونتي ان بو ابخي جي جوي او بونجو ماكش هذا كريم مريبوت مريبوت تحكوا له 2018 الله عليكم جماعتنا مازال قصر ان شاء الله مع عمي كامل فرج الله نتلاقاو ان شاء الله اي جات هذه كما يقول لك صدفه خير من الف ميعاد رحنا الجنازه نترحموا على شيخنا مبروك ربي يرحمه اللي ماتوا كاع هكذا عمي ونقول لكم جماعتنا العشيه ان شاء الله نديروا قصره وبالك ولا ما عيطوش ان شاء الله نعيطوا لعمي كامل فرج الله على بالي توحشتوه نقول لكم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم عمي كامل واش نقولوا لهم واش نقولوا لهم ملاقات الخير ان شاء الله وان شاء الله نتلاقاو مازال يا ما تربي ان شاء الله فهمت نتلاقاو ان شاء الله هذا هو والحمد لله كراكم بخير وراكم بصحتكم وراكم ناشطين هذه هي الفرحه تاعنا حنا كي نسمعوا بكم راكم لاباس با دو نوفيل بون نوفيل هذه هي شيخ معنا عمر العشب دخلنا يا مصطفى واش تقول عمي عمر العشب ومعنا ربي يطول له في عمره راهو حكى حياته انا قريت حياته الله يبارك توفى وليده غير كيما سمعت الله عظم الله اجركم الله يرحمه برحمه الله صح سمعت به سمعت الله يرحمه ان شاء الله عمي عمر الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله وربي يطول في عمر شيخنا العزيز الغالي عمي كامل فرج الله صراحه عمي زاد في دار سيدي عمر في القصبه نعم نعم العشب نعم نعم تحت بير جباه ياك عمي هذيك الهبطه هذيك اي رابط لا تحت تحت رابط تحت اي رابط كاع لا الفوق ريد لا كازبا جيت ماشي ديال ماشي تحت ماشي دار ماشي جهه بير جباه ماشي دار سيدي عمار معروفه الدار قالوا لك ما زيدش تغيب علينا يا شيخ توحشناك يا خويا الله يسلمك واش نقول لكم انا راك تعرف كيفاش راك حنا رايك الدور على بالكم شو واش قال لي واحد الخضر قال لي سلام شيخ قال لي كمال ربي يحفظك ان شاء الله قال لك احكي لنا على كافي ماماكو في البروشين فوا ان شاء الله قال لك الخضر العنابي دو زيوريخ اون فوزيم بوكو يا شيخ هادو هما بلا سويس الله يبارك الخضر العنابي الله يبارك راهو معاك جماعتنا تلاقاو هاد اليوم ما تاني احنا نخطفوا ظروف عمي ان شاء الله هكذا برا هكذا نتلاقاو هكذا في بلاصه شابه ونقصروا ان شاء الله جماعتنا ان شاء الله نتفكروا ونجي لنا نفكروا ونجي يتفكر بنادم واش يحكي ان شاء الله خاوتنا نقول لكم ان شاء الله ويجي هذا الفكر هذا هذه هي نقول لكم جماعتنا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم ونقول لكم العشوه ان شاء الله سلام تلقاو الخير وبسلامه سالوا على اللي سال علينا ايوه واللي ما يسالش علينا رانا نسالوا عليه نسالوا عليه هذا هو